السلام عليكم ورحمة الله يا شباب، أحلى متابعين معانا على قناة مزادات السيارات. اليوم معانا مزاد حلو جدا من لوس أنجلوس كاليفورنيا. هتشوفوا أحسن السيارات وأحدث السيارات وأفضل السيارات وأرخص الأسعار. واللي حابب يتواصل معانا على رقم الواتساب الموجود بوصف الفيديو لو عايز يشتري أي سيارة من مزادات أمريكا، نشحنها لكم على بلدكم إن شاء الله بأقل التكلفة وأقل وأرخص من أسعار الأسواق. يتواصل معايا على رقم الواتساب وأنا بجيب لكم السيارة عن طريق المزاد، وشحنها لكم على بلدكم ان شاء الله باقل التكاليف. معانا اول سياره اليوم يا شباب، لاند روفر ديسكفري اس 2023، سياره جديده سالفج ماشيه 4270 مايل فقط، 15800 دولار، سياره 4 سندر 2000 سي سي. لاند روفر ديسكفري 2023 لونها ابيض، سياره فيها حادث بالجنب فقط لا غير. خلينا نشوفه، سيارة داخلتها لونها ابيض جميلة جدا، سيارة ران اند درايف شغالة وبتمشي ما فيها اي مشاكل، 7 ركاب، فتحتين سقف امامية وخلفية، سيارة واصلة 24700 دولار، سيارة حادث بالجنب اعتقد هو الخلفي في الجانب الخلفي اليسار هنا، ولكنه بسيط جدا، تصليحه جدا بسيط. سيارة جديدة ماشية 4270 مايل فقط، واصلة 27250 دولار، 27500 دولار لأوريجن. سيارة لاند روفر ديسكفري بانوراما فرش أبيض ملكي، 27750 دولار، شغالة ران أند درايف، فتحتين بانوراما، 27750 دولار. فرصة أخيرة للي زايد عليها انه ياخدها ب 27750 دولار، 27750 دولار. ومبروك لصاحب النصيب بعد المراجعه 27750 دولار. معانا تويوتا كرولا 2021 ال اي ماشيه 64550 مايل، واصله 5100 دولار، حادثها خلفي مع الزجاج الخلفي مكسور، 5100 دولار. مبروك لصاحب السياره بعد المراجعه. معانا سيارة قيمة جدا، بورش 911 تارجا 4S 2022 كابورلي، لعشاق السيارات المكشوفة يا شباب. سيارة ماشية 17218 مايل، سيارة 6 سلندر 3000 سي سي، لونها أبيض مميز، سيارة فرونت إند بس هو ده الحادث بتاعها، جدا بسيط ما يحتاج تكلفة وما يحتاج تصليح إلا بسيط جدا، سيارة ما فيها أي مشاكل تانية. داخلية لونها أسود، سيارة واصلة 97500 دولار يا شباب، 98500 دولار لكاليفورنيا، سيارة ما فيها أي مشكلة، ران أند درايف شغالة وبتمشي. سيارة وصلت 100000 دولار، 106000 دولار لكاليفورنيا، وتستاهل السيارة لأنها جديدة وحديثها جدا جدا بسيط، 106000 دولار، 107000 دولار، 107000 دولار. معانا سيارات قوية اليوم بالمزاد يا شباب، 108000 دولار، بورش 2022 تارجا 911 108000 دولار، 109000 دولار، سيارة حديثها جدا بسيط 110000 دولار لكاليفورنيا، 110000 دولار، 111000 دولار. المزايدة الواحدة ب 1000 دولار. السيارة راح تبقى بيور سيل يعني بدون مراجعة، هتقلب بيور سيل، 112000 دولار. فرصة أخيرة للي زايد عليها إنه ياخدها ب 112000 دولار يا شباب. سيارة 3000 سي سي 6 سلندر بورش 911 تارجا 4 اس 2022 ماشية 17218 مايل فقط، 113000 دولار. مبروك لصاحب النصيب من كاليفورنيا ب 118000 دولار، مبروك عليه إن شاء الله. السيارة اللي معانا جيب جراند شيروكي اوفرلاند 2012 ماشيه 113000 مايل 705، سياره 8 سلندر 5700 سي سي، سياره فيها حادث بالجنب خلينا نشوفه، واللون اسود ملكي، سياره واصله 2050 دولار، سياره من داخل لونها مميز جدا، فيها فتحه سقف اللون الجملي، سياره شغاله وبتمشي ران اند درايف ما فيها اي مشكله، سياره حادثها بس في الجنب، واصلة 2400 دولار لمكسيكو، 2400
2012 جيب جراند شيروكي اوفرلاند ماشيه 113705 مايل، واصله 2550 دولار لكاليفورنيا، 2600 دولار. سياره تعتبر ما فيها حوادث، جدا بسيط بالسايد، 2700 دولار للمكسيكو، 2750 دولار. فرصة أخيرة للي زايد على السيارة إنه ياخدها ب 2750 دولار من كاليفورنيا، 2750 دولار يا شباب، 2800 دولار مكسيكو، 2850 كاليفورنيا، 2850. بعت سيارة ب 2850 دولار بعد الموافقة. معانا سيارة كريزلر 300 LX موديل 2009، سيارة ماشية 130,000، سيارة سالفج، 850 دولار واصلة لكاليفورنيا. سيارة فيها مشكلة بس بالسايد، خلينا نشوفها. هذا السايد اليسار، انباعت السيارة، مبروك لصاحب النصيب. معانا هوندا سيفيك اس اي 2020 باب واحد، مشكلتها ماينور سكراتش، ما فيها اي مشاكل، السيارة ما فيها اي حوادث ولا اي مشكلة، ماينور سكراتش فقط. 12700 دولار مبروك لصاحبها بعد الموافقة، سيارة ما فيها اي مشكلة. السيارة اللي معانا هوندا سيفيك اس اي 2019، سيارة ماشية 70,667 مايل، سيارة 1500 سي سي 4 سلندر، لعشاق السيارات الموتور الصغير زي مصر، 1500 سي سي 4 سلندر، سيارة فاتحة ايرباد عشان الحادث الامامي اللي فيها، سيارة موديل 2019 هوندا سيفيك اس اي، واصلة 5500 دولار لمكسيكو، سيارة سالفج يا شباب، ماشية 70,667 مايل، 5600 دولار لمكسيكو. سيارة حديثها مش قوي، يعني الشبكة الأمامية والليتات فقط لا غير والدعامية. 5700 دولار انباعت بعد الموافقة، ومبروك لصاحب النصيب إن شاء الله. سيارة اللي معانا نيسان فورشنر اس 2022، لونها أسود، سيارة ماشية 32,850 مايل فقط، واصلة 14,500، سيارة 3800 سي سي 6 سلندر، سيارة فرونت إند مشكلتها بالامام فقط، اشياء بسيطه ما فيها حادث قوي. انباعت سياره ب 14,750 دولار يا شباب، مبروك لصاحب النصيب. السياره اللي معانا شيفورليه سيلفرادو اكس 1000 كي 1500 2021، سياره ماشي 54,454 مايل، سياره واصله 7000 دولار لمكسيكو، سياره 8 سلندر 5300 سي سي، كاليفورنيا 7100 7200 مكسيكو. خلينا نشوف السيارة ومشكلتها. سيارة فيها مشكلة مكتوب انه فرونت اند بالامام، خلينا نشوفها. سيارة محتاجة تعديل امامي فقط بسيط جدا، مش حادث قوي، يعني ما فيها ارباجات مفتوحة ولا اي شيء. سيارة جديدة موديل 2021، ران اند درايف شغالة وبتمشي. سيارة واصلة 7900 دولار، 54,454 ممشى العداد، سيارة جديدة 8100 دولار كاليفورنيا، 8200 دولار كاليفورنيا، 8400 دولار كاليفورنيا. شيفورليه سيلفرادو كي 1500 2021، 8600 دولار كاليفورنيا، 8500 دولار، 8800 دولار، 8900 دولار، 5300 سي سي 8 سلندر، 9200 دولار لمكسيكو، 9300 دولار كاليفورنيا، 9400 دولار، 9500 دولار كاليفورنيا، 9600 دولار مكسيكو. سيارة ماشي 54,454 مايل فقط، 9800 دولار كاليفورنيا، 9900 دولار مكسيكو، 10,000 دولار كاليفورنيا، 10,100 دولار. سيارة ممتازة شباب، جديدة موديل 2021، ما فيها اي مشكلة ولا اي حوادث، شيء بسيط جدا بالامام بس،
واصلة 10300 دولار. سيارة ما فيها ارباجات ولا اي مشاكل بالماكينة ولا اي دعامات قوية، تصليحها جدا بسيط، سيارة جديدة موديل 2021 ماشي 54000، ما شاء الله. الله يبارك في صاحب النصيب يا رب. واصلة 10900 دولار، 11000 دولار كاليفورنيا، 11200. سيارة 8 سلندر 5300 سي سي، واصلة 11700 دولار، 11700 دولار، 11900 دولار، 11900 دولار يا شباب، 11900 دولار. فرصة أخيرة لصاحب المزايدة الأخيرة، 11900 دولار كاليفورنيا، إن شاء الله يكون هو صاحب النصيب. 11900 دولار شيفورليه سيلفرادو 21، مبروك عليه 11900 دولار باعت بعد الموافقة. السيارة اللي معانا أودي 2020 كيو 5 بريميوم، ماشية 61322 مايل، حادثها أمامي بسيط جدا. سيارة 4 سلندر 2000 سي سي، خلينا نشوف الحادث. لونها أسود ملكي، سيارة حادث جدا بسيط، سيارة جديدة وأكيد ما فيها إرباجات مفتوحة. هاي السيارة من الداخل فرش أسود داخلي جلد، ما فيها أي إرباجات مفتوحة، سيارة جديدة ماشية 61000 مايل فقط. سيارة ران أند درايف شغالة وبتمشي، واصلة 13500 دولار كاليفورنيا، 13700 دولار، 13900 دولار. سيارة جديدة يا شباب، 4 سلندر 2000 سي سي، واصلة 14000 دولار كاليفورنيا. أودي 2020 كيو 5 بريميوم، سيارة ممتازة جدا وعملية، فيها حادث بسيط من الأمام في الكبوت، جدا بسيط، خفص بسيط جدا. 14800 دولار يا شباب، فرصة أخيرة لصاحب المزايدة الأخيرة، 14800 دولار كاليفورنيا، أتوقع هو اللي راح يفوز بها، المع عليها سرعة قوي. 14800 دولار ومبروك راحت لصاحب السيارة بكاليفورنيا ب 14800 دولار بعد الموافقة. معانا كريزلر اسبن ليميتد 2007، ماشية 198911 مايل. سيارة مشكلتها ضربة أمامية خفيفة، 5700 سي سي، 8 سلندر، 425 دولار يا شباب انباعت، ومبروك لصاحب النصيب. معانا مازدا 3 سبورت 2014، سيارة ماشية 241066 مايل. سيارة لونها أزرق غامق كحلي يعني، 4 سلندر 2000 سي سي، واصلة 850-900 دولار لمكسيكو، 925 دولار. خلينا نشوف السيارة، ماينور سكراتش، ما فيها أي حوادث، ما فيها أي مشكلة بالماكينة، سيارة شغالة وبتمشي ران أند درايف، ما فيهاش أي مشكلة يا شباب، موديل 2014، داخلية سودا، سيارة شغالة وبتمشي، 1250 دولار. خلينا نشوف الماكينة، لا ما فيها شيء، 1400 دولار سيارة، واصلة 1450 مكسيكو. سيارة ران اند درايف شغالة وبتمشي، مازدا 3 سبورت 2014، واصلة 1550 مكسيكو، 1550 دولار. فرصة أخيرة لصاحب المزايدة الأخيرة ب 1550 دولار، 1600 دولار مكسيكو، 1650 دولار. ودي إن شاء الله يا شباب هتكون آخر سيارة معانا في مزاد اليوم، وإن شاء الله تشوفوا المزاد القادم سيارات أحلى وأجمل وأحدث. واللي حاب يتواصل معانا على رقم واتساب بالوصف الفيديو، خليت لكم رقم الهاتف الواتساب، تواصل معايا ويقول لي السيارة ومواصفاتها اللي هو طالبها وبوفرها له إن شاء الله مزادات أمريكا، ومبعت السيارة ب 1750 دولار لصاحب نصيبها، وألف مبروك عليه. وإن شاء الله نشوفكم بالمزاد القادم يا شباب، ولا تنسوا دعم القناة والاشتراك ولايك للقناة يا شباب عشان نستمر وياكم وتشوفوا مزاداتنا القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.